الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوي وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم.